مساء الخير المثل بيقول كل شيء بالخناق الا الجواز بالاتفاق لان دول اتنين هيعيشوا مع بعض العمر كله ويا يكون في تفاهم وموده ورحمه من الاول يا كل طرف يروح لحاله ويشوف حد تاني انسب ليه بس بوسينا بطل القصه حقيقيه النهارده لما اكتشفت ان خطيبها مش مناسب ليها وقررت ان هي تسيبه بالمعروف قال لا فيش حاجه اسمها تمشي احنا اللي بينا دم واقسم بالله ادبحك لو شفتك مع حد غيري تعالوا نسمع الحكايه من اولها ونشوف بوسينة بعتت تقول لنا ايه اسمي بوسينة من الشرقيه عندي 18 سنه والمفروض اني دلوقتي في اولى جامعه بس ما كملتش بسبب خطيبي قصتي معاه بدات وانا في تانيه ثانوي هو في نفس البلد بس اتعرفت عليه في الدرس حبيته وحبني وتعلق بيا قوي وبقينا نتقابل بعد المدرسه وساعات بعد الدروس ولما عرفوا اهلي بابا ضربني وربطني بجنزير وخد مني التليفون ولما حبيبي عدى من تحت الشباك بتاعنا بالمكنه بتاعته قعدت اتنطط وانا مربوطه بالجنزير وخرجت له من الشباك وشافني وقلت له لما الدنيا تهدى هبقى رن عليك من تليفون ماما عشان تليفوني متاخد مني وفعلا كلمته من تليفونها واتفق معايا انه هيجيب لي موبايل جديد بخط من وراهم عشان نرجع نتكلم تاني وبعد كام يوم بابا قال لي اتظبطي وامشي عدل وانا هخليكي تروحي المدرسه والدروس تاني بس لو عرفت انك بتكلمي الولد ده مش هقولك هعمل فيكي ايه وانا قلت له ماشي بس فضلت اكلم حبيبي من التليفون اللي جابهولي من غير ما حد يعرف وكنا بنتقابل لفترة لحد ما بابا عارف تاني وكان يوم صعب عليا جدا قعدني خالص من الدروس والمدرسة وما كنتش بطلع من البيت خالص وبالعافية بيوديني الامتحانات بس رغم ان بابا كسر التليفون وخلاني تحت عينيه طول الوقت بس برضه حبيبي عرف يهرب لي تليفون جديد لحد ما قال لي خلاص انا لازم اجي أقدم لك وفعلا بعت امه وقرايبه عشان يفتحوا بابا في الموضوع بس ابويا رفض تماما فحبيبي قال لي ولا يهمك مش هسيبك واستنى فتره تكون الامور هديت وبعدين بعت اهله تاني بس بابا برضه رفض وفي المرة التالتة جيب نفسه وقعد يتحايل على بابا وبابا رفض نهائي وقال له على جثتي انت ما حافظتش على بنتي وما دخلتش البيت من بابه من الاول وعلمت بنتي حاجات عكس اللي انا ربيتها عليها ومش هتصونها وبعدين قرايبي كلهم جم عندنا البيت وعرفوا باللي حصل من بابا فضربوني كتير قوي وحاولوا معايا اني ابعد عنه بس أنا رفضت وقلت لهم إني بحبه ومش هسيبه وفضلت على الحال ده فترة بتكلم معاه في السر من ورا أهلي رغم إن أبويا كان شاكك وكل شوية يعمل لي كمين بس أنا كنت محافظة على التليفون لحد ما بابا عرف في الآخر وزهق فبعت واحد قريبي لعم حبيبي وقال له خليه يبعد عن بنتي ملوش دعوة بيها وفي الفترة دي كنت خلصت الثانويه العامه وفوجئت بحبيبي بيقول لي كفايه تعليمة عليكي لغايه كده لو كملتي ورحتي كليه انا مش هاجي اتقدم لك ولا هاخطبك قلت له عادي روح كلم غيري ولا حتى اخطب وانا مش هزعل وكل شيء اسمه ونصيب قام اتعصب وراح قال والله العظيم ما انا سايبك وهقف في طريقك وهعمل لك مشاكل وفضايح ولو حكمت هستناكي بره الكليه وأدبحك طيب شفتي بقى إن باباكي كان عنده حق يا أبو سينا لما رفض إن أنت ترتبطي بده سبحان الله دايما الأب والأم عندهم إحساس ما فيش زيه بيبقوا عارفين وحاسين طب يا ترى إيه اللي حصل بعد كده تعالوا نكمل ساعتها أنا خفت وحكيت لأصحابي قالوا لي ده بيكذب عليكي وبيهددك بالأوانطة سيبك منه وكملي تعليمك، اوعي تطلعي هبله وتسمعي كلامه، بس انا كنت عارفه متأكده أنه هو مش بيهددني وانه فعلا ممكن يعمل كده عشان انا عارفاه كويس وللأسف يا سالي اتعلقت بيه قوي وحبيته لدرجه اني ضيعت مستقبلي عشانه وفعلا ما دخلتش الكليه وعملت المستحيلات عشانه لحد ما في الاخر اتخطبنا ويا ريتنا ما اتخطبنا بعد الخطوبه حصلت مشاكل كتير قوي بينا بقى يشتمني بألفاظ وحشة قوي ده غير انه بيمد ايده عليا كتير وبنمسك في بعض زي ما يكون معمولين عمل والله وكل مرة نتشاكل اقلع الذهب وارميه في وشه وبعدين يجي يصلحني لحد ما كرهته ولما مد ايده عليا اخر مرة انا برضو مديت ايدي عليه جامد ويومها زعل مني وقال لي انت ازاي تمد ايدك عليا قلت له زي ما انت مش قابلها على نفسك ليه تقبلها عليا انا برضو انسانه وبنت ناس وما لما اتجوزك هتعمل فيا ايه قال لي انا بمد ايدي عليكي عشان خايف عليكي وبحبك بس انا حسيت اني بقيت بكرهه قوي عشان كده قررت افركش بس امه واخته قالوا لي معلش يا بوسينه هو عصبي بس بيحبك وانتي بلاش تشدي معاه وخدي بالهداوه اخر مره ضربني فيها كانت الاسبوع اللي فات وقلت له انا بكرهك وقفلت التليفون وقررت اسيبه وقفلت على نفسي الاوضه وفضلت اعيط قام جالي من الشباك ونادى عليا بصوت واطي فتحت الشباك لقيته بيقول لي يا ابو سينا انا هموت وكان ماسك بطنه قلت له انت بتكدب عليا عشان نرجع بس هو فعلا كان شكله يخوف وباين عليه التعب الشديد فعيط ورحت بيه المستشفى واكتشفنا انه عنده نزيف داخلي فضل يقول لي كل ده بسببك عشان قفلتي التليفون وكنت عايزه تسيبيني طبعا كل ده بيحصل واهلي مش عارفين حاجه لحد ما في يوم بابا عرف وساعتها قلت له انا مش قادره اكمل يا بابا وعايزه افركش لكن بابا قال لي انا ماليش دعوه <applause> مش انت اللي اخترتيه مش انت اللي حبيتيه مش انت اللي بعتيني عشانه استحملي بقى لما خطيب عرف اللي دار بيني وبين بابا قال انت ازاي تقولي حاجه زي كده انا مش عايز حد يتدخل ما بينا عشان انا بحبك انسي ان يكون حاجه اسمها فركشه انسي يكون في حاجه بينا في يوم من الايام حاجه اسمها فركشه فهماني انا ساعتها هدمر لك حياتك زي ما دمرتي حياتي ولا هخلي اي حد يتقدم لك واللي بيني وبينك الموت والدم لحد ما خفت منه ما بقتش احكي حاجه لحد في البيت خالص وساعات بقول لنفسي ما انا برضو لو فركشت الناس هتضحك عليا ويشمتوا وانا اللي اخترت والمفروض استحمل بس كل ما افتكر ضربه وشتمته وشكله المرعب وهو بيزعق وبيهدد بترعب من اللي ممكن يحصل لي بعد الجواز يا ترى هيعمل فيا ايه ساعتها اكتر من كده هيضربني وهيبهدلني وهيذلني ولو فكرت اغضب وامشي مش هعرف اروح بيت بابا عشان هما منبهين عليا من دلوقتي ان اتحمل اختياري وما اشتكيش ودلوقتي انا تايهه يا سالي استحمل حتى لو عمل فيا ايه ولا افركش رغم ان بابا مش راضي خالص ومنع موضوع الفركشه ده علما باننا اتخطبنا في شهر 10 اللي فات ده وفرحنا المفروض هيكون في الصيف ده ووعدني اني لما نتجوز هيخليني اكمل تعليمي <applause> بس انا مش عارفه هيخليني اروح الكليه فعلا ولا لا قولولي اعمل ايه قولوا لي انا اعمل ايه قولوا لي انا اللي اعمل ايه لحد هنا وخلصت رساله بوسينا رسالة حصلت كتير أو سمعناها كتير فكرتنا بجرائم كانت بشعة وجعت قلبنا وعيال شوية عيال ما يتقالش عليهم حتى ولاد ولا رجالة هددوا بنفس الطريقة سواء بقى في مصر أو في دول عربية أو في أي مكان لما البنات افتكرت أن التهديد ده كلام في الهوا مفيش حاجة تحصل من, من الكلام ده كله فجأة بعد فوات الاوان اكتشفنا ان ده حقيقي وحصل بالفعل طب يا ترى بقى هي لو ثبتوا ممكن ينفذ تهديده ولا بيخوفها وخلاص طب تكمل ولا تفركش شفنا الموضوع ده كتير قوي صح استنونا بعد الفاصل بسينه تلميذه في ثانوي لما باباها اكتشف انها تعرف ولد ومرتبطه بيه الولد ده جاب لها موبايل عشان يكلمها من ورا اهلها اضطر باباها ساعتها انه يضربها وحبسها في البيت ولما خرجت كلمته اتكرر الموضوع بدل المره اتنين لحد ما جه حبيبها يتقدم لها باباها رفض اتقدم تاني باباها رفض لما لقى بوسينه مصر عليه وافق بس قال لها اتحملي مسؤولية اختيارك وبعد الخطوبة الولد ده بقى يشتمها ويضربها وقال لها كمان ما فيش كلية لحد ما بوسينا كرهته وقررت تسيبه بس هو هددها وقال لها انسي ان يعني يكون في حاجة اسمها فركشة فهماني لو سبتيني هدمر لك حياتك واللي بيني وبينك الموت والدم عشان كده منورنا ومشرفنا النهارده دكتور محمد هاني استشاري الصحه النفسيه عشان نشوف هنعمل ايه ازيك يا دكتور ازيك يا سيدي اخبارك ايه؟ الحمد لله على سلامتك الله يسلمك تسلم لي شايف بقى يا دكتور القصص اللي, اللي بنسمعها دي واللي بقت تحصل دلوقتي في مجتمعنا وبقت شائعه جدا نعمل ايه؟ والله انا شايف ان احنا داخلين على كارثه كبيره كارثه كارثه بكل المقاييس و الاثنين دول اصلا غير مؤهلين نفسيا للجواز مم. وما عندهمش المقومات ان هم في يوم من الايام يفتحوا بيت ليه؟ لان احنا بنتعامل مع اتنين خارج نطاق السيطره طب تعالى نتكلم على بوسينه كشخصيه الاول اللي بعت يعني ايه خارج نطاق السيطره اولا في تصرفات من اللي هي بتعملها ليه عشان ضربته لما ضربها لا مش قصه كده خالص اولا بوسينه النهارده بنتكلم ان هي عندها 18 سنه اه يعني بوسينه على علاقه بالولد وهي عندها 15 سنه مرتبطه ها. بالولد طيب القصه كلها ان كانت هي دخلت في قصه او دخلت في ارتباط بدري على سنها شويه البنت كانت لسه صغيره مش احنا واحنا المفروض نرتبط واحنا عندنا كام سنه لا احنا المفروض يبقى فيه ارتباط لو فيه ارتباط بعد ال 21 سنه او ال 22 سنه طب افرض العريس جه وانا حباه ما انا عايز اقول لك حاجه ما الناس في المرحله دي مرحله مراهقه يعني ايه مرحله مراهقه مرحله اضطرابات يعني انت بتتعامل اصلا وانت لسه في حاجات فيك لم تكتمل طبعا يعني الناس اللي بتستعجل او يبقى فيه ارتباط بسرعه ده ملوش لازمه لان كل ما بكبر كل م. ما بلاقي فرص ليا في الحياه احسن م. كل ما نسبه نضوجي بتزيد انا طبعا. مستعجل على ايه يعني مثلا في فرق ما بين تفكيري انا دلوقتي وانا عندي 18 سنه وتفكيري وانا عندي 22 سنه 24 طيب. سنه 25 ستة سنه انت رايك ان هي خارج نطاق السيطره عشان هي إيه تتربط في جنزير تتضرب يتقال لها لا برضو القصه كلها حصلت ازاي البنت ها. كان عندها 15 16 سنه الولد دخل حياتها واضح ان في مسافه ما بينها وما بين اهلها واهلها بعيد عنها خالص ومش فاهمين هي بتعمل ايه موتها ما شفناهاش في القصه ولا ظهرت في القصه خالص غريبه قوي الولد اتحكم في شخصية البنت مم. بقى هو الآمر والناهي ليها، البنت ما بقتش شايفة أهلها. اه. يعني يقول لها يمين يمين شمال شمال روحي روحي تعالي تعالي لدرجة إن هما كانوا بيعملوا أي حاجة هما محتاجينها مم. وأي حاجة هما عايزينها. الولد تشبعت عنده حتة الأنا بس هي بتقول إن هي حباه جدا ماشي ما هو حباه ليه؟ لأنه سيطر عليها ولا بيستعطفها هو مش نرجسي بطني وجعاني لو سبتيني هموت وهي عايشه دور لك حاجه هي ايه البنت كانت لسه شخصيتها هشه ضعيفه الولد دخل حط الطباع بتاعته فيها وابتدى يعرف ايه نقط الضعف اللي موجوده على البنت وابتدى يتحكم فيها مم. بدليل ان البنت على فكره هتلاقيها مش بتحبه البنت متعلقه ومتعوده على وجوده مش الحب الكامل الحقيقي يعني في حاجه اسمها التعود في حاجه اسمها طبعا البنت دلوقتي ايه لقت ان ده اللي موجود في حياتها روحي روحي تعالي تعالي حط ايده على نقطه الضعف ابتدى يسيطر عليها لدرجه ان البنت مع مية ومش شايفه غيره دلوقتي لدرجه ان البنت كانت في وسط النار مع اهلها واهلها بيحاربوها ان يعني هي تسيب الولد وهو بكلمه منه البنت تتراجع وقفت قصاد اهلها وحاربتهم وهجمتهم عشان تبقى موجوده مع الولد صح ولا مش صح؟ صح بس في قصص كتير جدا حصلت كده ونجحت مش ان انا حاربت اهلي ويا جماعه ده انا مقتنع بيه. دي بتبقى بي. دي ما خلينا نتكلم في الطبيعي ونتكلم آه. في الغير طبيعي. طبيعي ان انا احترم مم. اهلي، طبيعي ان انا ما اعملش حاجه غلط. طب. طبيعي ان انا ما ادخلش في علاقه وانا عندي 15 16 سنه وادي لحد حقوق يتحكم فيا. طبيعي ان انا ليا شخصيه، طبيعي ان انا ما اعملش حاجات غلط في سن صغير، ما انا هقول ايه لاولادي في يوم من الايام. او هعلمهم ازاي اربيهم على بيه الطبيعي ان لما ابويا يقول لي ما تكلميش الشخص ده ما 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 اجيبش تليفون من ورا ابويا احطه في في <applause> في الشقه وهو الولد يكون جايب لي التليفون وتلاقيه بيزقني على حاجات غلط ولو لقيت الولد هتلاقيه ان هو بيخسر علاقه البنت باهلها ليه بس انت مش شايف ان اهلها ما تعاملوش بحكمه قوي وهم اللي اضطروا البنت تعمل كده ما فيش لغه حوار في البيت هو يعني انا ممكن اقنع ابني لانه لانه الابن اللي ما اترباش او الابن اللي ما عرفتش اربيه هيجيب لي الكلام بص هقول لك فانا اتكلم معاه بالراحه. واضح ان الاهل اصلا ها. ما قدموش محتوى التربيه اللي لازم يتعاملوا بيه مع البنت في السن ده. لو نعم ما بياخد اوامر خلاص ده كان جيل فات. بس مش قصه اوامر قصه ايه؟ ان انا ابقى قريب من ابني او بنتي يعني مم. بمعنى ايه؟ يعني انا ابقى راجل قاعد في البيت وبنتي ماسكه تليفون جوه بتتكلم في اوضتها بالساعات وانا ما اعرفش حاجه. طب انت إن مع, مع المواقف اللي زي دي نتعامل بالتربيه الايجابيه وما نمدش ايدينا ولا نقوم رايحين جايبين الشبشب وقايمين عاملين اللي علينا بص هقول لك حاجه هو لازم أوه. طبعا يبقى في احتواء والتربيه الايجابيه ومفيش ما ما ضرب مفيش ضرب هقول لك مهما عملوا هقول لك ليه 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 اصل الضرب الضرب مش بيجيب انا ممكن اقعد كده افكر في الموضوع بطريقه فيها هدوء اوصل لنتائج احسن من الضرب وممكن اخليه يبص على المرايه كده يفتكر لما اتلسع القلم كده فيفتكر لا. انه القلم ده لا كان بيوجع فانا مش مع شخصيه زي بتاعت بوسينه دي الضرب مش هيجيب معاها نتيجه لانها م. شخصيه الشخص التاني متحكم فيها وسلب شخصيتها فأنا ولا جدتها نحست مش فارق معاها يعني <applause> مش عارف اللي هو اعملوا تعملوه بص اقول لك حاجه هي ها. بتاخد تعليمات من الشخص الثاني هي بثينه بالنسبه لي دلوقتي موجوده في القصه هي بني ادمه بدون شخصيه الشخص الثاني اثر على شخصيتها جدا مم. لدرجه ان هي مش شايفه اهلها ومش عارفه مش شايفه الصح, الصح والغلط ولا الحلال والحرام لان الولد دخل في حياتها وهو وهي في سن صغير فابتدى ياخد من شخصيتها عنده ويتحكم فيها بس شفت مامته واخته قالوا لها ايه هو عصبي شويه بس بيحبك استحمليه ما هو مش ما بتتحسبش ما كده شاريين بيحبوه ملهاش علاقه بالشيرة وعارفين ان هو صعب بس انا اللي هقدر لأ, عليه لا لا ما هو ما هو عصبي ده يعني ايه يعني البنت دلوقتي وهي مخطوبه بتنضرب تخيل وبتتشتم بابشع الالفاظ كارثه وهي ما و... ادري عليه مبسوط آه. لما اتضربت وبيعمل معاها حاجات صعبه ايه اللي عصبي هو دي عصبيه ده ده واحد خارج نطاق السيطره <applause> يعني مم. دلوقتي انت في فتره الخطوبه احنا بنقول الاختيارات الغلط انت دلوقتي في فتره الخطوبه بتنضربي وبتتهاني وبتتشتمي امال بعد الجواز لما تكونوا عايشين في بيت واحد ومقفول عليكم باب هتعملوا ايه طيب. هو انت بتقول ان هو نرجس عشان قال لها هتبحك واللي بينا الدم بص لا مش كده في ناس لما بتحس ان هي بتمتلك ناس تانية برفع عنده حته الانا يعني مثلا ولد مم. يبقى فرحان ان البنت دي هو اللي متحكم فيها البنت دي ملهاش شخصيه يقول لها يمين يمين وبيفرح جدا لما البنت دي تخاف منه وتهابه بس التهديد نفسه ما يخوفش ان مش ممكن ينفذ اللي هو بيقوله ده لا هو على فكره يعني طالما في حته التهديد هو ممكن يبقى في مم. تنفيذ يعني انا ايه يعني في حته برده مش عجباني في القصه ولازم ننتبه ليه عشان ما نقومش على كارثه يا سالي مم. ايه القصه بقى ان مم. دلوقتي آه والد البنت حاول معاها كتير ان هي تبعد عن الولد ده مم. وهي كانت بتحرجه بتكسر كل ادوات التربية وكان م. يتفاجئ عيني إن, ان البنت بتكلم الولد جوه طيب هو اخر لما زهق بعت لحد العم مين الولد عشان يتدخله بطريقة فيها ايه امور اكبر شويه هو 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 بعت له عشان يقول له خلاص بقى يعني يعني عشان هو ما تعرفناش بقى هو ما قدرش يساتر على بنته فالمهم بعت ناس تدخل هو ليه ما قالش لبابا تفتكر عشان بابا كان متوفي هو واضح ان هو متوفي لانه بابا لم يذكر في القصه انا انا وانا عمالة اقرا القصة عمال اقول هو ما دخلش لا لا واضح بابا ان بابا مش موجود لان هو البنت ما ذكرتش قصه بابا خالص خالص او الاستعانة بيه في اي شيء فواضح ان هو ما كانش موجود القصه كلها عندي ان الاب ابتدى يقول لها ايه بقى انت طالما اتخطبتي حل مشاكلك بنفسك. لا انا بقى عايز ارجع للموضوع ده لانه الاب هي فاكره ان باباها رمى توبتها فاحنا طالما نتكلم على الحقوق تعالى ناخد الاول راي <applause> آه يعني القانون ونرجع تاني عشان <applause> انا بقى عايز اعرف باباها ده هيرميه توبتها فعلا وملوش دعوه ولما تتخانق مش ترجع له ولا لا بس في نفس الوقت عايز اعرف هنعمل ايه. معانا مداخله من المحامي الاستاذ اسلام الغزولي المحامي بالنقد. قال له مساء الخير. اهلا حضرتك منورني والله وبتفائل بيك دايما ربنا يبارك في حضرتك على راسي رأس وتسلم لي قولي بقى انا المفروض اعمل ايه ازيك يا سياده المستشار اهلا وسهلا بحضرتك وحشني وانا يعني جميل. من الناس اللي بحبك والله الله يعزك الله حبيبي حبيبي <applause> انا بقى عايز اعرف دلوقتي يا استاذ اسلام لما حد يهدد بالشكل ده يتعامل معاه ايه طيب تعالي كده يا ساري نتكلم بجدو ولا ولا نهول ولا نقلل احنا ان القصه فيها شويه ملابسات كثيره جدا فيها جزء من التهويل وعدم القدره على الادراك الواقع الحقيقي. اه كمان ما بنقللش لان برضو شفنا شويه ظواهر في المجتمع شفنا, شفنا في كذا أطلع. بنت ماتت عند جامعتها واللي شوهها ولا. واللي شوهها واللي آه. يعني الكلام ده ظهر فعليا على ارض الواقع وبالتالي احنا قدام حاجه مهمه جدا مم. ان سن الطفل في العالم كله سواء في القانون او في الدستور قانون الطفل المصري او الدستور المصري او آه. حتى اتفاقيه حقوق الطفل العالميه هو 18 سنه هي بتقول النهارده ان هي تقريبا تجاوزت ال 18 سنه بحاجه بسيطه جدا. م. ده بيؤثر طبعا على التجارب والخبرات والادراك ما كانوش حطوا السن ده هباء يعني. آه. فبالتالي ده علامه بس كده بنحطها على جنب ونقدر نتكلم من منطلقها ان احنا لا نقلل ولا نهول الاسره دورها برضو غريب بالنسبه لي في القصه يعني لا مش غريب الصحة. انا شايفه حاجه يا استاذ اسلام خلاص طهقنا منك يا شيخة يعني مره ضربتي مره ربطتي بجنزير مره اتعمل فيكي مش عارف ايه واخد الموبايل اروح اقول لعمك كفايه <applause> كده انت عايزه مننا ايه بقى خلاص اتحملي مسؤوليتك يا شيخه لا انا شايفه إيه الاب إيه ده إيه طهي يا حبيبي برضو إيه عندها من نوع من انواع التوازن في الافعال شويه مم. التوازن في الافعال ده سواء بالتصرفات او حتى بال هو ان هو, أنه هو أه قاسي قوي يعني اهدى شويه يعني اعتقد كده اعتقد ان احنا يعني حتى في الشرع وفي الفقه وكل حاجه ان احنا لازم بنحتوي الطفل لما طبعا بيعمل. دي دي نقطة مهمة لازم نلفت نظرنا طب أنا عايز أسأل حضرتك على حاجة في حاجة اسمها عدم تعدي أو عدم التعرض أو ده أنا أنا يمكن يعني معلوماتي قليلة في القانون وممكن اللي بيتفرج علينا برضه محتاجين يعرفوا على راسي محتاجين يعرفوا أكتر فأنا عايزة حضرتك تفهمنا أكتر بنعمل إيه؟ يعني حتى لو تهديد بمسج قد كده أنا طبعا. أنا بخاف ممكن يتنفس طبعا هو هو في ضوء تطور طبعا الوسائل والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي اصبح التهديد مش شرط ان يبقى تهديد ان انا لازم اعمل ممارسه بلطجه او اخبار ترويع او اي حاجه قصاد الشخص او ان انا اتظاهر بمظاهر القوه او كده لكن حتى بقت المسجز على الواتساب او الفيسبوك اي ممكن التهديد. يقولي انت لو فكرتي الكلمة حتى انا هقطع رقبتك انا هعمل مش عارف ايه وفعلا تحس الناس بقت نفسيتها تعبانه لدرجه انهم بيعملوا كده بتعملوا ايه ولا مسؤوليه للكلمه اللي ده بقى أه ممكن اخد المسج زي دي او او حتى الورد اوف ماوث زي ما بيقولوا او كلمته من بقه طبعًا. طبعًا. واقول يا فندم انا عايز اعمل محضر ضد كذا 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 بعدم التعرض ليا ولو حصل لي اي حاجه يبقى هو طبعا وإحنا عندنا تصرفين في الواقع دي قانوناً التصرف الاولاني زي ما حضرتك اتفضلتي كده اللي هو مقدر بعدم التعرض عدم التعرض وبتذكر فيه الوقائع لو في شهاده شهود يبقى خير وبركه لو في اي قرار لو هي كانت محادثه حتى على التليفون بيني وبينه ومش مسجلاها بنعمل ايه؟ لو في ايه؟ لو في محادثه يعني لو هي مكالمه بيني وبينه على التليفون وانا مش مش مسجلاها بس هو قال لي انا هموتك لو فكرتي تكلمي حد تاني اثبت يعني ازاي؟ يعني دي اضعف دي اضعف آه. الصور طبعا لكن اقوى الصور انها تبقى حاجه ملموسه في شهاده شهود حصلت انا ما سمعتش انا شفت بعيني اقوى حاجه ان انا يبقى في رساله من تليفونه على الواتساب على الماسدجز على الفيسبوك ايا كان وسائل التواصل الاجتماعي هتلاقي او او الرساله اللي ممكن استخدمها فيها. في محضر يستخدم طبعا في المحضر طب وبيحصل ايه بقى بعدها يعني انا بعمل ايه ما هو ممكن يموتني وبعد كده يبقوا يشوفوا بقى المحضر بس لا ما هو أول المتابع كان حريص مم. جدا علينا انه حر... ومسترق للامانه الواقع بفكره هذه القانون العقوبات واضاف ماده مهمه جدا اللي هي 375 مقرر دي كانت مرتبطه بامور البلطجه وترويع واستعراض القوه لترهيب المواطنين مم. وهنا القانون في النص الماده ديت هو قال ان يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه كل من قام بنفسه او بواسطه غيره باستعراض القوه امام شخص او تلويح له بالعنف او بتهديده باستخدام القوه او ها. العنف معه او مع زوجه او احد اصوله او فروعه يعني انا يا استاذ اسلام لو هو قال لي الكلمتين دول دي معناها استعراض قوه وب وبذلك بيجوز عليه ان هو ممكن يتحبس سنه طالما القصد هنا هو ترويع المجني عليه او تخويفه ما هو بيبقى, 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 بيبقى ما هو في اهو ترويع مجني و... مجني ترويع مجني عليه ترويع امنين عدم ما عملتلوش اي حاجه واهو و... و... فيعني هو ممكن يتحبس فعلا وطبعاً. طبعا طبعا لو الكلام ده ثابت بوقائع حقيقيه بشهاده شهود زي ما قلنا بقرائن سابقه زي ما احنا اتفقنا رسائل آه. لا في شهود على انه ضربها قبل كده هو يعني الوقائع كلها ثابته اكيد الكلام ده طبعا القانون لا يتكون فيه وبس بروح بس واقول لهم يا جماعه انا عايز اعمل محضر ومعايا الاثباتات او معايا المسجز دي وبس بالظبط ولو بوسينا ما لقيتش حد تلجا له خالص وعايزه تلجا لحضرتك هتساعدها انا عارفه جدعتك بس لازم اتاكد ده <applause> على راسي ونورتني ميرسي جدا يا استاذ اسلام ميرسي يا حبيبي على راسي ثانك يو باي باي انا بقى عايز اعرف دلوقتي هو تعالى بقى ايه عشان نشوف باباها هيعمل ايه انا قلت لك هنقف عند الحته دي انا وانت لان انت اللي تعرف نفسيا هل الاب بيقول كده من ورا قلبه ولا الاب هيعمل كده فعلا عشان يربيها؟ لا بص انا عايز اقول لك حاجه هو اللي عمله الاب هو غلط يعني ايه غلط؟ انت بنتك دلوقتي في حوار وفي ارتباط الولد التاني لو لقى ان اه ملهاش اهل موجودين في القصه هيستقوا عليها اكتر وهيدوس عليها اكتر <applause> بدليل ان هو بيقول لها طب وانا مالي ما يدوس عليها ما يبعتنا كلنا عشان لا ما, ما يدوس عليها سالي في النهايه بنتنا طبعا معلش ده تصير طبعا حاجه حاجه كده زي هتسيبها لمي هو طب هو بيعمل الحركتين دول بيربيها هو بس هو بيعمل الحركتين دي عشان يخليها تندم ويخليها ترجع لانها لسه في مرحله الخطوبه فلما تلاقي ان الدنيا مسدوده في وشها وما تلاقيش ان منه دعم تبدا تتراجع وتندم وتقول انا مش عايز ارتبط بالانسان انا ده. غلطانه يا ابويا الولد الناحيه الثانيه بيعمل حركه برضه خبيثه شويه إيه لما بتروح تحكي لاهلها يقول لها لا ده انا بحب ما تقوليش لاهلك ده انا وما تدخليش اي حد خدت بالك انا بضربك عشان بحبك وفي حد بيحب حد بيضربه لا هو اللي بيحب ما بيأذيش بس ساعات بيتغاظ ممكن يضرب الولد بيحبها حب السيطره الحب المرضي ان دي بتاعتي ومن حقي اعمل فيها اي حاجه في الدنيا ولما اهلها حتى كمان يتدخلوا يقول لها ما تدخليش اهلك ويهددها عشان يبدا ينفرد بيها عشان هو عاجبه ان هي بالنسبه له زي قطعه الشطرنج يمين يمين شمال شمال فاهمة قصدي؟ فهو مش عايز مش من مصلحته ان الاهل يتدخلوا. مم. الناحية التانية الاهل مالهو... الاهل لازم يكون لهم دور حتى يا ستي لو البنت متمسكة بيه وعايزة تكمل معاه. طب. طيب. دورك كأب ان انت تبقى ايه حكم عدل ما بينهم، تعالى يا ابني انت مزعلين مع بعض ليه؟ ادي له النصايح او ادي ما انا النصايح. مش قابله اساسا. ماشي انا أقعد دلوقتي معانا النصايح ايه ده انا ما اعرفش اللي جابه في عيلتنا ده. ما انا اتحطيت مثلا في موقف دلوقتي. ها. تمام؟ وبنتي دلوقتي مكملة. مم. هل ان انا هسيب بنتي؟ لا طبعا هسيب بنتي تغرق لوحدها لا طبعا اللي مالوش كبير بيشتري له كبير فالولد عاجبه حته ان هو مسيطر عليها لوحده انها لوحدها وهو عاجبه الحته دي من زمان لان الولد ممكن يكون في حته كمان ثانيه مهمه جدا ايه بقى؟ الولد الولد ده واضح ان هو ما كملش تعليم ليه؟ ما هو مش بقولها ما تكمليش طب لا هو عايز ايه ما تكملش مين قالك ان هو اللي ما لا الولد ده على فكره انا من وجهه نظري طب موبايلات دي كلها منين بيشتغل ايه ده بقى الولد ده بيشتغل حرفه او بيشتغل مهنه معينه اه قالت عنده مكنه اه الولد ده إيه؟ ما عندوش مش مكمل تعليمه فبالتالي البنت دي عمرها ما هتكمل تعليمها وقفها عند السنافة. لا بس هو لها لما يتجوزها هتكمل تعليمها لا ده كلام لا يا دكتور محمد آه. مش ممكن يكون بيضحك عليها البنت دي بص وساينه حاسه ان هو بيتكلم جد لا 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 البنت دي انا قلت دي كده مش هتكمل تعليم وعمره آه. ما هيخليها تكمل طبعًا. تعليم طبعا اوعى يضحك عليك يا بنت اي طموحات او اي احلام مش هتتحقق آه. الولد ده انا انا من غير ما اعرف هو شغال ايه بس الولد ده مش مكمل تعليم وممكن يكون شغال مهنه او حرفه آه. فهو مش عايزها تبقى متعلمه او قصه ان هي تبقى متعلمه بالنسبه له ده حاجه صنايعي أيوة وعنده آه مكنه بقى الكسيب يعني ده حاجه كبيره جدا البنت مش هتكمل اي شيء ومش هيكون ليها اي حقوق طيب هو المفروض بوساينة تعمل ايه دلوقتي اه تضرب كرسي كده في الكلوب وتمشي والدنيا تبوظ اعمل ايه لا هشغل انا الميول الانتقاميه عند الولد لو عملت ده بوساينة لازم تفكر تخرج تعمل خروج امن من زي. العلاقه دي يعني <applause> هي مش هتروح تقول له مباشره ان انا هسيبك وان انا هبعد عنك وان انا هعمل لك بلوكات والحاجات دي. لازم تبدا تموت المشاعر مم. اتجاه الشخص ده. يعني, يعني ايه يعني حتة ان هي اه حتة ان هي كانت متعودة على وجوده لازم مم. تقللها. حتة ان هي كانت متمسكة بيه لازم تفهم ان هو شخص توكسيك او شخص مؤذي بالنسبة لها في المستقبل. سام مش نافع. لازم تفهم ان عصيانها لاهلها بالطريقة دي هي بتخسر حاجات كتير جدا. لازم تفهم ان هي لو ادت نفسها فرصه ومشيت قدام شويه هتقابل فرص انضج واحلى واقوى بس واجمل بس وحاجات كتير جدا بس كده البلد هتشمت فينا دي اتخطبوا من شهر 10 أه. أه. عايز اخر السنه أه. طيب ما هي ممكن تعرف قالوا تبقى... أه. ما قد ايه بتاع 9 شهور مع بعض طيب طيب. 8 شهور ممكن تتجوز ممكن تتجوز بعد فتره معينه بعد خمس ست شهور تتطلق يعني لا ما مش ما ينفعش عشان احنا من بيت ست مالهاش الا بيتها وجوزها ماشي ما هو ممكن حتى لو بيضربها ما ينفعش تتطلق لا ما هو الوضع ده ممكن البنت تموت في ايده ممكن البنت تتاذي طب هي كده مش هتتطلق هتتطلق كرسي. يبقى انا داخل على كارثه لو مد ايده اه نك... خلاص داخل, داخل على كارثه داخل على كارثه كبير عايز افهمها ان انت ماشيه في طريق التنازلات طب ما انت تنازلتي كان بمد ايده عليكي وانت مخطوبه وتنازلتي عصيتي اهلك ليه ما هي ضربته لا بس بعد ده <applause> على فكره والله. ممكن تكون ضربته بعد ما تكون تاذت منه كتير جدا بعد ما تكون تعرضت لقسوه منه كتير هو جدا هو صحيح اتضرب عادي كده يعني ايه يا عم إيه على درب فكره بوسينه دي ممكن راح زعل واتقمص يعني انت ما سكتش لما اتضربت برده بصي بوسينه ممكن تكون حته ان هي ضربته <applause> دي يا سالي <applause> ان هي جت لما في الاخر بيضربها زقته بس هي متخيله كده بس هو زعل واتقمص ما مدش ايده عليه واضح ان هي ايديها تقيله بس هي واضح ان هي ايه ممكن تكون زقته بس في حاجه ثانيه <applause> اللي, اللي, محور بقى القصه دي كلها ايه بقى بوسينه بتحب الولد لا ده ده بوسينه كاتبه في القصه كلمة حبيبي أكتر من عشر مرات ما هي عشان هتقول إيه صاحبي؟ لا <applause> خطيبي؟ لا هتقول إيه؟ لما حط الإنسان في ك... تحت مسمى كلمة حبيبي أنا ما زلت متمسك بيه طب ما أقولك... إحنا بنقول يبقى أقولك... السوبر ماركت عشان أنا بحبه شكرا يا حبيبي أقول لك حاجة عادي. تانية كمان لا لا مش <applause> كده هي شايفاه حبيبها هي شايفاه هي قصدها حبيبي اللي هو العشق والولد آه. والحب هي و... اول انسان حبته اول انسان حست إيه؟ معاه بمشاعر في حياتها إيه؟ اه طب ما دلوقتي بتقول لك بقيت هي كاتبه برضه بتكرهه ما بتكرهوش امال ايه هي هي بس هي بعت القصه عشان هي زعلانه منها معاه بقى بقى لها يومين اه يعني هي عايزاني <applause> هي عايزاني عارفه لو رجع يسيطر عليها تاني هترجع هي عايزاني وانا وانت نقول لها معلش وارجعي له لا هي بتسال ولا هي إيه بدات تفوق هي لو بدات تفوق تاخد خطوات ايه خطوات ان هي ما بتقولك بابا قال ان انا مش هرجع له حتى لو اتخانقنا تبقى مع اهلها لان ده الصح م. ليه بقى لان اهلنا دول هم اللي بيشيلونا انا مش بقول لها هو ده في يوم من الايام هو عايز يبعدك عن ده هو بادئ كده من وهو خطبك يقول لك ايه ما تقوليش لحد ان انا بضربك ما تقوليش لحد ان انا بشتمك ما لا ميه مين كده بتدخلي حد ما بيننا ده اهلي اه في حاجات اه انا دايما انا حن, لي حن لي عليكي من اهلك انا بحبك اكتر من ابوك دايما اقول يعني مثلا دايما اقول للست مثلا البنت المخطوبه او مرتبطه اقول لها مثلا ايه مش كل حاجه تتقال لاهلك عادي مشي الدنيا بس في ضرب لا ضربني ده, ده انا انا هجيب اهلي في ضرب يعني ممكن في لحظه مش هقول لاهلي إيه؟ البنت دي ماتت تحت ايده في ضرب طبعا في شتيمه وفي اهانه طبعًا. في حاجات ما يتسكتش عليها البنت دي تايهه لوحدها انا عايزها كده اول خطوه تندم على تعليمها اللي سابته ولازم لا هي, هي ترجع تتعلم هي تندم بعدين على القشره الغاليه بعدين لازم تكمل تعليمها يا سالي اه لازم تكمل شهادتها على فكره عشان بس في ناس بتبقى موهومه ان انا لما بتنازل الشخص ده وان انا لما بعمل له حاجات كتير جدا الشخص ده هيجي يقول لي انت تنزق. لا الشخص ده في الاخر يقول لي انت ما عملتليش حاجه انت سبت تعليمي غير كده هو يعني الشخص لما بيحب حد بيحبه بالصوره اللي هو شايفه فيها فاحيانا لما بنحب من الحب فعلا ما قتل بهد في اللي قدامي وانا مش واخده بالي بس بيحب حد ببدي نفسي بيفرح بنجاحه اللي بيحب حد ده الحب بيفرح الحقيقي بقى يفرح لشغله بيحب ان هو يبقى مبسوط حتى كمان لو انت مش عندك حاجه انا بساعدك ان انت يبقى يعني انت تقول انوح. لها تعمل ايه دلوقتي بقى دكتور محمد أنا... عشان احنا نختم طيب. أنا عايز الحلقه جدا. وانا اقول بقى. عايز اقول أه. ان الموضوع ده بالنسبه لمساينة هو موضوع مش مناسب وان الشخص ده اختيار منا... غير مناسب ليها م. وان الشخص ده هو ده مش حب دي سيطره او تملك دي حاله مرضيه نرجيسي. هو بيمارسها عليها ده نرجسي وعايزه اقول لها ان ان هي ظهر قدامها رسايل كتير 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 تؤدي الى نهايه الموضوع ده بس هي لازم تاخد قرار صح في حياتها انا طبعًا. مش عاجبني قصه ان هي تعصي تلجا أهل لاهلها اهلها ان هي تعصي اهلها لانك مرجوعك في النهايه لاهلك ما تخسريش العلاقه لان علاقتك باهلك دي علاقه انت قلت كلمه حلوه قوي يا دكتور قلت لما كبير بيشتري كبير اكيد انت صح نورتيني أول مرة بقى. نتفق شو؟ احنا بقينا أصحاب خلاص <applause> نورنا يا دكتور محمد احنا قدام قوي <applause> أيوة على راسي وتسلمي ونورتني <applause> <applause> ربنا يا دكتور استنونا بعد الفاصل لسه في كلام كتير قوي يا أبو سينا محتاجين نتكلم أنا وانتي الجواب بيبان من عنوانه زي ما بيقولوا وحكايتك يا بسينه بين من اولها استسلمتي وخدتي شويه مشاعر مراهقه جواكي من غير ما حتى تروحي تشوفي راي حد كبير ينصحك او يوعيكي ويقول لك انه مش اول حد يخبط على قلبنا واحنا صغيرين نفرح ونجري ونفتح له الباب واحنا مش عارفين ولا فاهمين هو مين او عايز ايه او هيعمل فينا ايه حد يفهمك الفرق بين شويه مشاعر مراهقه وبين حب الناس العقله اللي بتحكم عقلها وقلبها الاتنين حد يفهمك ان الجواز ده مش مجرد حب وخلاص لا سكينه وموده ورحمه ومسؤوليه وعشره هتدوم العمر كله يعني اهم حاجه نتانى في الاختيار راجل هيكون ابو عيالك لازم يشكروكي ان جبت لهم اب زي ده مش يقعدوا كل مره يقول ليه يا ماما عملتي فينا كده يا ماما بدل ما يقولك لك ليه اتجوزتي راجل زي ده يا شيخه يعني لا بجد شفتها وسمعتها على لسان عيال كتير انت اتجوزتي الراجل ده ليه حرام ما لقيتناش اب اوحش من كده جايز تكون عيلتك معرفتش ان هي تستوعبك او تتصرف صح او تصاحبك كويس او يبقى ليهم رد فعل تاني ممكن يكون رد فعلهم كان كان عنيف جدا فخلاكي تعنيدي وتتمسكي بالولد ده انا هسميه ولد عشان ما كانش ينفع بس برضو انك في ثانويه عامه مش صغيره انت كبيره صح يعني عندك الف حد ممكن تلجئي له ممكن يكون عندك مدرس ليكي حد بتحبيه ممكن حد من من كبار البلد عندكوا ممكن عمتك خالتك حد من امهات صحابك ايه اللي خايف على نفسه ومش عايز يعمل حاجه غلط ما بيغلبش بس انتي رحتي ماشيه تحديتي الدنيا كلها مع انك في الحقيقه كنت بتعاندي نفسك سبحان الله رغم ان باباك يقسي عليكي جامد وقالك انا مليش دعوه و... بس الزمن وراكي ان هو صح ودلوقتي لازم تروحي له تروحي تحضنيه وتتأسفي وتعيطي وتقولي له انا خايفه ها ممكن يموتني بجد وشفناها كتير اوعي تصدقي ان هو تخلى عنك او ملوش دعوه بيكي هو اكيد بيقول كده من ورا قلبه بس أنتي لازم تقولي له الحقيقه وتقولي له كل حاجه كانت بتحصل قولي له ان اختيارك كان غلط وما تبقيش خايفه وما تبقيش ندمانه او انه ممكن يرمي لك كلمتين او ان هما ممكن يزلونا حتى لو كانوا بيحبونا ومش بيذلونا هما بيقولونا كده عشان احنا نتصرف بعد كده صح ويفكرونا شفنا الجرايم دي كتير وما بيبقاش كلام وخلاص لسه حتى كان على الانستغرام من فتره كانوا منزلين بوست زي ده انه بنت قالت لولد من الولاد انه لا انا مش عايزه اكمل معاك وكانوا مرتبطين بالكلام يعني ومرتبطين او كده فجي وجاب المطوه نزل يعني كسر عليها بالعربيه نزلها من العربيه جاب مطوه وقعد يقطع في في ايديها وعمل لها قطعين في وشها جابوا الولد ده يعني الشرطه جابته في خلال 24 ساعه او 48 ساعه بالكثير يعني يتعمل فيه, فيه. اللي يتعمل فيه مشكلة اللي بيتعمل في بناتنا انا بقول لك يعني للاهالي بعد اذنكم لو ما فيهاش اساءه ادب لما نخلف نربي لانه العيال دي هتعمل لنا مشاكل بجد وعايز اعرف هو ايه اللي بقى يحصل في مجتمعنا دلوقتي يعني ايه النفسيات اللي بقت تحصل دي يعني ايه هي مش عايزه اكمل معاك ما تخلي عندك كرامه يا اخي هتضيع مستقبلك عشانها هو في حاجه اسمها من الحب ما قتل هتعملي فيها شهيد الحب بتعمل ايه نفسي اعرف دماغهم بيبقى فيها ايه وليه تقبل ان حد يعمل كده مع اختك؟ لو انت تقبلها يا سيدي احنا ما نقبلهاش احنا عندنا رجاله وعندنا ناس متربيه انا بقول لكل حد بيتفرج علينا احترم نفسك طالما هي قالت لك هي مش عايزاك واللي حصل حصل تمام وانت كمان لانه في بنات يعني بنات ما بتعرفش تعمل اللي, اللي انتوا بتعملوه ده بس يبقى عندك كرامه اتفقنا؟ سمعتي كلام دكتور هاني في الفقره اللي فاتت سمعتي كمان كلام المحامي ممكن نعمل له حاجه بعدم التعرض او ان البلد كلها تعرف وعايز يعمل ايه بلاش كلام فاضي بقى لا شماته بلد ولا ناس هتتكلم عليكي يشمتوا يتكلموا يقولوا احسن ما تضيع عمرك كله يا بنتي انزلي اتعلمي بقى وهستنى منك رساله تطمنيني فيها عملتي ايه هستنى منكم كلكم كل اللي اتفرجوا علينا وكل اللي شافوا الجرائم اللي بتحصل دي ممكن نعمل ايه لو نعرف نساعد بعض ان الموضوع ده ما ينتشرش لان واضح ان في مشاكل كبيره قوي ممكن يحصل اكتر من كده هستناكم في قصه جديده بس تكون حقيقيه باي باي